حذر حلف شمال الأطلسي من أن طموحات روسيا قد تتجاوز أوكرانيا، مشدداً على ضرورة أن تكون الدول الأعضاء في الحلف أكثر استعداداً. وقال رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور إنه لا يرى أي تهديد عسكري مباشر وشيك من روسيا تجاه أي من الدول الأعضاء في الحلف، لكنه دعا إلى ضرورة أن يحافظ الناتو على قدرات الرادار. حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. وكثفت روسيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا المجاورة لبولندا. وأضاف توسك أنه لا يريد إخافة أي أحد، لكنه أشار إلى أن الحرب لم تعد أحد مفاهيم الماضي، بل هي واقع وبدأت قبل أكثر من سنتين. في السياق ذاته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات المتحدة فسيكون على قواتها التراجع. وقال زيلينسكي لصحيفة واشنطن بوست إذا كان الدعم الأمريكي غير موجود فيعني ذلك عدم وجود دفاعات جوية أو صواريخ باتريوت أو أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، مضيفا أن ذلك يعني أن قوات البلاد ستتراجع في الميدان. تصريحات زيلينسكي تزامنت مع ما كشف عنه أو كشف عنه قائد الجيش الأوكراني أليكسندر سيرسكي من أن جنوده يقاتلون على الجبهة بأسلحة وذخائر قليلة أو معدومة. قائد الجيش الأوكراني قال أن الوضع بات متأزما في بعض المواقع والجبهات، مشيرا إلى أنه في المقابل كثفت روسيا بشكل كبير أنشطة قواتها الجوية مستخدمة المسيرات المفخخة، داعيا الحلفاء إلى تسليم الذخائر والأسلحة بوتيرة أسرع وبكميات كافية. روسيا تتجهز لهجوم كبير، فهل أوكرانيا مستعدة؟ تقرير لمجلة إيكونومست استهلته بأن قدوم الربيع بدفئه وأوحاله التي تعيق تحرك الجيش الروسي على طول الجبهة قد يجلب بعض الراحة لأوكرانيا، لكنه لن يدوم طويلاً لأن الصيف سيأتي ومعه مخاوف من أن تشن موسكو هجوماً جديداً كبيراً كما فعلت العام الماضي. التقرير لفت إلى أن التغيير يأتي في وقت تبدو فيه قدرة أوكرانيا على المواجهة أقل مما كانت عليه آنذاك مع تراجع حجم ترسانتها، ما يعني أنها تحتاج بشكل عاجل إلى حشد المزيد من القوات وبناء دفاعات أكثر قوة على الخطوط الأمامية، وهو ما يدفع كييف إلى إلقاء اللوم على ساسة العالم بشأن محنتها لانشغالهم بالشرق الأوسط ومشاكلهم الاقتصادية والانتخابات الأمريكية المقبلة. إلى ذلك نبهت المجلة إلى أن الجنود الأوكرانيين مضطرون الآن إلى الاقتصاد في استخدام قذائفهم وسط تفوق روسي يصل أحياناً إلى نسبة 1:5، حيث أطلق الروس أكثر من 150 مسيرة وصاروخاً على أوكرانيا في ليلة واحدة، في حين أن الأخيرة لم يعد لديها صواريخ اعتراضية. وبالتالي فإن الطريق المسدود الذي وصلت إليه أمريكا بشأن المساعدة الأمريكية يهدد السماح لروسيا باختراق الخطوط الدفاعية غير الكافية في أوكرانيا. وما يزيد الوضع سوءا أن أداء الأوروبيين لم يكن أفضل بكثير من واشنطن، إذ إن أوروبا فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في إرسال 1,000,000 قذيفة إلى أوكرانيا بحلول هذا الشهر رغم جهود التشيك لتعويض النقص، إلا أن المال هو الآخر يطرح مشكلة كان على أوروبا أن تساعد في حلها، ولكن بولندا وفرنسا ودول أخرى تحاول منع صادرات أوكرانيا الزراعية الحيوية من أجل حماية مزارعها. ومع ذلك تخلص المجلة إلى أن أوكرانيا لا تستطيع أن تلوم حلفائها ببساطة لأنها مذنبة بارتكاب الأخطاء هي الأخرى، حيث لا تزال عملية التجنيد متعثرة، ورئيس فولوديمير زيلينسكي لم يبذل قصارى جهده لدفع الموضوع بسبب نقص الأموال والخوف على شعبيته، كما أنها تأخرت كثيراً في تعزيز مواقعها الدفاعية التي بدأت بها الآن، لأنها لا تزال تحلم بشن هجوم مضاد جديد وسط مخاوف من تحول خط المواجهة الحالي إلى ما يشبه الحدود وحرمانها من معظم منافذها البحرية.